من رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور. سيد عصمت، صباح الخير، أهلا بك معنا. ما الذي يمكن أن تتمخض عنه جلسة المفاوضات المقبلة بناء على مخرجات جلسة يوم أمس؟ صباح الخير وتحياتنا لكم ولمتابعيكم الكرام. يعني في أفضل الحالات وإذا أردنا أن نتفائل يمكن بالفعل اليوم أن نشهد نهاية هذه المفاوضات وأن تنجح وأن تتوج بالتوصل لاتفاق. هذا في حالة واحدة، إذا فعلا ثبت أن حماس قبلت أن تتنازل عن مسألة ضمانات إسرائيلية بوقف الحرب وتعهد إسرائيلي علني بوقف الحرب، وبديلا عن ذلك أن تقدم للولايات المتحدة مثل هذه التعهدات، وأيضا إذا ثبت أن نوايا نتنياهو هي فعلا الذهاب إلى صفقة وعدم الخضوع لابتزاز بن غفير ونتنياهو. لذلك نحن أمام عقبتين حقيقة، وهي بمجملها تتعلق بالنوايا، ولذلك كان صعب التنبؤ، ولكن واضح أن حماس قطعت شوط كبير في المرونة التي أبدتها، لكن هل هذا الشوط كافي؟ طيب، ومرضي لنتنياهو؟ هذا السؤال سيطرح اليوم. طيب، إصرار حماس على إدراج ضمانات مكتوبة لعدم خرق إسرائيل الهدنة أو استئناف الحرب فيما بعد، ما أهميته سيد عصمت؟ هل هو مهم لهذه الدرجة؟ هل فعلا سيردع إسرائيل عن قصف غزة مرة أخرى أو خرق الهدنة؟ أبدا، يعني كل التجارب السابقة تثبت أنه دائما تجد إسرائيل سبب أو مسوغ لتجديد القتال أو لاستهداف شخصيات، لكن أنا أقول لك أكثر من ذلك، في إسرائيل لا يوجد شرعية لأي شخص، لا لنتنياهو ولا لرئيس الأركان ولا لوزير الأمن. طيب، وهناك إجماع على عدم إيقاف الحرب. طيب، هناك إذا كانت إسرائيل لا شيء يلزمها بعدم خرق الهدنة كما أشرت سيد عصمت، لماذا إذن تصر حماس على وضع ضمانات مكتوبة في الاتفاق؟ يعني الضمانات التي تريدها حماس هي كنوع من أولا يعني هي تراهن أن هذه الضمانات يمكن أن تلزم إسرائيل ولو لفترة ما، وأن تجعل إذا حدث خرق الوسطاء يعني يلقون اللوم على إسرائيل وليس عليها، وأيضا يعني ربما هي تريد من خلال ذلك يعني إصرارها على إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل أن تضمن بذلك أن هذه الترتيبات كلها ستجري ضمن بقائها هي في قطاع غزة وبقائها في الحكم، أن تنتهي الحرب وبضمانات ودون إنهاء حكم حماس، هذا بالنسبة لها سيعد مكسب سياسي، وربما هو يعني بين السطور يقرأ هذا المكسب ولا يقدم بشكل علني، لأنه يعني الجمهور في الضفة وغزة لن يعني يقبل أنه يوضع هذا كشرط. طيب، لإنهاء الحرب، هو يريد إنهاء الحرب مقابل مكاسب لها علاقة بحياة الناس وبالأسرة. نعم، هذه من النقاط التي تصر عليها حماس. ماذا عن إصرار نتنياهو على اجتياح رفح حتى وإن تم الاتفاق، يعني تمخضت المفاوضات عن اتفاق؟ لماذا يصر على هذه الجزئية؟ وهل يمكن أن تعيد الأمور إلى نقطة الصفر؟ يعني في النهاية نعم، إذا بقي نتنياهو مصر على الدخول على رفح رغم المعارضة الأمريكية ورغم اشتراطات ومطالبات حماس ورغم المعارضة المصرية وحتى رغم يعني مطالبات أهل الأسرى، هذا سيعني لن تكون صفقة. يعني يمكن نتنياهو، وأنا أقول ذلك بكل صراحة، أن يتمسك بمطلب أنه لا نريد أن نلتزم بوقف الحرب، نريد أن نبقي على خيار ملاحقة القادة حماس والذين شاركوا في 7 أكتوبر. يمكن لذلك، وهذا له غطاء شعبي وداخل الحكومة وحتى من الجيش، لكن الذهاب إلى رفح وقول هذا الأمر بشكل استعراضي واستفزازي وكأنه يحاول أن يعطل المفاوضات، وهذا ما تتهم به عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين قالوا الليلة أنه يصدر حكم إعدام على أبنائهم من خلال إصراره على اجتياح رفح رغم أنها لا تحتل أي أهمية استراتيجية وفي كثير من الجنرالات الإسرائيلية. سيد عصمت، هناك من يقول أن السنوار لا يتعجل بإتمام صفقة مع إسرائيل، هو متمهل كما تصف بعض الجهات موقفه حتى الآن. إن كنت تتفق مع هذا الطرح، ما تداعيات عدم تعجل السنوار بإتمام صفقة مع إسرائيل التي تواجه حكومة نتنياهو فيها ضغوط كبيرة داخلية وخارجية لإنهاء الحرب على غزة؟ يعني هي كلها تكهنات حول موقف السنوار، ولكن ربما
أن السنوار يريد صفقة تحقق له ولحركة حماس مكاسب عسكرية وسياسية واستراتيجية. هو يرى أن الولايات المتحدة تعاني من أزمة داخلية، وهناك مظاهرات في العالم، هناك يعني حالة ضغط كبيرة على إسرائيل، هناك معارضة لعملية رفح، وبالتالي هو ربما يشعر أنه تفاوضيا هذا يخدم بأن يعني يتشدد أكثر في الإصرار على المطالب التي يريدها وعدم التعجل في الذهاب إلى صفقة. ولكن أيضا يعني هناك إسرائيل، وإسرائيل هي الأخرى لا تبدي هذه، وخاصة نتنياهو لا يبدي هذا الحماس الكبير للذهاب إلى صفقة، وهنا ربما تلتقي الإرادتين وتمنعان يعني الوصول إلى صفقة. لكن مما فهمناه من العرض الأخير الذي لم يسلم حتى الآن ويفترض أن يقدم إلى الوسطاء، أن حماس قطعت شوط في هذا الأمر. رغم كل ما يقال حول موقف السنوار وإن كان حقيقي أم لا، حماس أبدت مرونة في مسائل كثيرة. هل هذا يعني يمكن أن يمهد الطريق لصفقة؟ هذا أنا أعتقد مشكوك فيه، لأنه جزئيات التي يتم التفاوض حولها الآن هي طيب. لا تتعلق مثلا بالتأثير هنا سيد أصمت، بقضايا مبدئية. شكليا يسعى نتنياهو إلى إتمام صفقة، لكن ضمنيا هل هو كذلك فعلا؟ ابدا ابدا، واضح ان نتنياهو لا يريد صفقه. لماذا؟ كل سلوك نتنياهو، لان نتنياهو اولا سيخسر ائتلافه، اذا ذهب لصفقه سيواجه تصدع في الائتلاف. بن غفير وسموتريتش هددا بشكل علني وواضح، صفقه ستعني خروجهما من الحكومه وبالتالي انهيار الحكومه. ايضا هو يعني الى مثل اليمين ويتماهى مع افكار اليمين التي تريد استمرار الحرب على غزه، لانه هذا يعني انه امكانيه الاستيطان في غزه، امكانيه الترحيل من غزه، وايضا يعني هذا يخدم ايديولوجيا جمهور اليمين الاسرائيلي الذي لا يريد ان يوقف الحرب على حركه حماس حتى تحقيق اهدافها. وفعلا الحرب لم تحقق اهدافها، على الاقل في القضاء على حكم حماس والقضاء على قوتها، وهم يرون انه كل يوم هناك والتفاوض مع حماس وغيرها، وبالتالي هم يرون انه عمليا حماس تقف على رجليها ولا زالت تفاوض، وبالتالي هذا ليس يعني توقيت انهاء الحرب. لذلك نتنياهو لا يريد انهاء هذه الحرب ولا يريد هذه الصفقه، هو يريد ان يحصل على صفقه تضمن له الاستمرار في الحكم وتضمن له الاستمرار في الحرب. واعتقد انه هذا يعني يضع مطالب مستحيله ومن الصعب جدا التوفيق بينها. شكرا جزيلا، حدثنا من رام الله المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، شكرا لك.